أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أصل وصورة. هستأذنكم بس النهاردة هنركز في اسم البرنامج بزيادة شوية، أصل وصورة، لأن النهاردة هتكون حلقة استثنائية جدا. النهاردة مش هنستضيف نجوم من مجالات السينما أو الغنى أو الرياضة أو أي حاجة من الحاجات دي خالص. النهاردة وبعد إذن حضراتكم طبعا أنا حابب أستضيف نفسي. النهاردة هنستضيف مازن فؤاد. نبتدي بقى بالأسئلة المهمة. من هو مازن فؤاد؟ يعني انتوا شايفينه ازاي؟ اقول لكم، صحفي ناجح، اعلامي مشهور، واحد من نجوم التوك شو في الشرق الاوسط كله، كل ده جميل جميل. بس الغريب في الموضوع ان مازن عمل كل ده في وقت قصير جدا. مش مهم، المهم ان هي دي الصورة اللي حضراتكم شايفينها. تعالوا بقى نشوف الاصل. وحابب ابدأ بالمشهد الاول لان ده المشهد الاقرب الى قلبي. زمان من حوالي 30 سنة، المكان محكمة الأسرة. الشخصية الرئيسية اللي معانا هو عبد الحميد شرف، عاطل ومدمن مخدرات، وزوجته هي السيدة الفاضلة زينب عبد الحي، ربة منزل وتعمل بالأجر في المنازل. اللي اتقال عن الناس دي في الوقت ده إن عبد الحميد قام برفع دعوة زنا على السيدة الفاضلة زينب عبد الحي وأنكر نسبه للطفل اللي هي خلفته. صحيح، أنا نسيت أقول لكم إن الطفل ده يبقى الأستاذ مازن فؤاد. إيه؟ فاجئته؟ لا، لسه في مفاجأة أكتر في المشهد التاني. دلوقتي مازن فؤاد كبر وخرج من الملجأ اللي اتربى فيه. انا نسيت اقول لكم ان مازن اتربى في ملجأ لان والدته بعد الدعوه اللي اترفعت عليها ماتت بحصرتها، فالمحكمه حولت اوراقه لملجأ ايتام. بس مازن تعب وشقي واجتهد كل يوم في حياته لحد ما اتخرج من كليه الاعلام بتقدير جيد جدا، واتمرمط في الشغل، اتمرمط في مكاتب الدعايه والاعلان، واشتغل من بعدها صحفي صغير في جورنال على قد كده، يعني عاش رحلته. ويجي هنا دور الاستاذه فريال الطماوي. فريال الطماوي هي التي تمتلك النسبه الاكبر في القناه اللي انتوا تتفرجوا عليها دلوقتي. يقوم يجي بقى الصحفي الصغير ده يعجب الأستاذة المليونيرة الكبيرة دي، فتقرر إن هي تلمعه وتنظفه وتلبسه وتعمل منه سوبر ستار وتطلب منه الجواز. ومازن بصراحة كان بيلعبها ما بين ولا ومن ولا، بس في الآخر بصراحة هو وافق وقال أمين وقال أهو عادي، الحب بيجي بعد الجواز. بس القدر كان ليه رأي تاني خالص، الحب جاله قبل الجواز. واوعوا تفتكروا ان الحب ده جه من طرف المليونيره الغنيه دي، لا خالص، ده جه من ورده فتحت على نفس الشاشه اللي انتوا تتفرجوا عليها دلوقتي. المليونيره تسكت؟ لا طبعا، دي كانت هتتجنن وقررت انها تقطف الورده دي قبل ما تخطف منها النجم اللي هي لمعته وظبطته وخليته سوبر ستار. لا تقطفها ايه؟ دي قررت انها تقتلها في كل دقيقه هتعيشها في حياتها. بوست على الصفحه بتاعتي، اوعوا تفتكروا ان الاستاذ مازن فؤاد جاي يقول لكم لا والله العظيم انا اللي عملت كده واصل الصفحه بتاعتي اتهكرت والكلام ده، لا لا خالص خالص. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. انا رضوى محمد خطابي، معدة البرنامج أصل وصورة للأستاذ مازن فؤاد، وأنا المسؤولة عن صفحته الشخصية، وأنا اللي بدير كل السوشيال ميديا اللي باسمه. بس بعترف، ما تتكلميش، تخرسي، إن أنا اللي كتبت البوست
مش أستاذ مازن. بتحريض من سريال هانم التمور. والله العظيم غصب عني. هي اللي هددتني بقطع عيشي وإنها هتلوث سمعتي في الوسط كله. ورشدني بتقديم برنامج إخباري. وبقولها قدامكم وأنا في كامل قواي العقلية. شادية الفلاني بنت حلال ومازن فؤاد هو اللي ابن حرام.